الأخبار من الراي. موجز الأخبار من الرأي، أهلا بكم. غداة مشاركة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية حول القضية الفلسطينية، بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برقية إلى الأمير عبر فيها عن عظيم الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني المشروع، منوها بمضامين الكلمة الصادقة التي ألقاها الأمير أمام القمة، والتي أكد فيها استنكاره وإدانته للممارسات القمعية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني. وأعرب المبارك عن بالغ التقدير لدعوة أمير البلاد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واستنكاره لعجزه عن تطبيق قراراته وغياب الضمير العالمي، محذرا من تداعياتها وآثارها وما يمكن أن تقود إليها في زيارة التوتر والعنف وعدم الاستقرار. كما ثمن بذل المساعي الجادة لاستصدار قرار يوفر الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد قال إن كلمة الأميرة تمثل سقفا ودليلا لنا ولخطابنا السياسي على المستويين البرلماني والشعبي، مضيفا إن الكلمة ركزت بشكل واضح وجلي على خطورة شيوع مشاعر اليأس والإحباط وما ستسفر عنه من توفير أرضية للعنف نتيجة الفشل التام في تطبيق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية. وأوضح أن الأمير ركز على ما يمكن أن يسفر عنها غياب الشرعية الدولية والفشل في تطبيق مبادئ القانون الإنساني والدولي والقرارات الأحادية، كقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس من تفشي مشاعر اليأس والإحباط وخيبة الأمل لدى شعوب المنطقة وما يمكن أن تسفر عنها من مظاهر العنف. بدوره قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن الكويت قد عممت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وقال العتيبي إن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أن الكويت ستسعى إلى التفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وأوضح العتيبي إن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إرسال بعثات حماية دولية بالإضافة إلى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة. أكدت وزارة الداخلية أن فرق البحث والإنقاذ المشكلة من الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للإطفاء ومركز العمليات والإسناد والعمليات المشتركة للجيش تقوم بعمليات البحث عن المواطن المفقود سعود المسلم منذ تلقي البلاغ من العمليات المركزية لوزارة الداخلية عصر أمس في منطقة الأرياج جنوبي البلاد إثر قيامه وصديقه بهواية الغوص الحر. وأوضحت الوزارة الاستعانة بالعمليات المشتركة للجيش وغواصين وعدد من الزوارق من بحرية الجيش، إضافة إلى عدد من القطع البحرية لخفر السواحل والغواصين وفرق الإنقاذ البحري التابعين للإطفاء العام. وتم إرسال طائرتين، إحداهما سوبر بيوما تابعة للجيش والأخرى بدون طيار. وكذلك تم تنسيق وأخذ الإذن من السلطات السعودية لتوسيع عمليات البحث والإنقاذ، وما زال البحث جاريا.
وعلى الجانب السعودي أيضا أعلن فريق السلام البحث والإنقاذ جاهزيته لتقديم المساعدة في البحث عن سعود المسلم المفقود بمشاركة 30 غواصا وغواصة ذات تحكم عن بعد مزودة بكاميرات عالية الدقة. أكدت المؤسسة العامة لرعاية السكنية أن التربة في مشروع جنوب المطلع الإسكاني سليمة وخضعت لعدة فحوصات علمية أثبتت سلامتها. قال نائب المدير العام للمؤسسة لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل ردا على ما يتم تداوله بشأن عدم سلامة تربة المطلع واحتمال وجود كهوف، فقال إن السكنية راعت جميع المعايير العلمية الخاصة في مجال علوم التربة في كامل المشروع، وعلى وجه الخصوص الدراسة الاستطلاعية والدراسة الشمولية لطبيعة التربة. في الرياض أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة ضبط 7 أشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية وتواصل المشبوه مع جهات خارجية، فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية سعودية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج. وقال المتحدث إن هدف المجموعة المضبوطة النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% إذا لم يتمكن الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنقاذه بعد انسحاب واشنطن منها. وأضاف صالحي في تصريح له إذا ظل الطرف الآخر ملتزما بوعوده فسنلزم أنفسنا بوعودنا، سياستنا الآن هي الانتظار لأسابيع قليلة، كل الاحتمالات واردة ويمكننا بدء التخصيب لمستوى 20%. بدوره جدد الاتحاد الأوروبي اليوم تأكيد التزامه بكامل تعهداته حيال الاتفاق النووي. في حفل زفاف أسطوري احتفل القصر الملكي البريطاني بزفاف حفيد ملكة البلاد الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل بقصر وينسر غربي لندن. وشارك في الاحتفالات آلاف الأشخاص الذين اصطفوا على جنبة الطرق المؤدية إلى كنيسة المدينة وقلعة وينسر مقر الإقامة الرسمية الثاني للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. كما شارك أكثر من 600 مدعو من الشخصيات البريطانية والأجنبية التي تمثل مختلف الفعاليات في المجتمع. وانطلقت مراسم الزفاف رسميا مع وصول الملكة إليزابيث الثانية وزوجها دوق أدنبرا الأمير فيليب الذي تعافى من عملية جراحية أجراها مؤخرا على الفخذ. وقبل ختام الموجز لهذه الليلة نتوقف مع حالة الطقس في أمان الله. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا بشكل عام هاليومين أجواء حارة نسبيا، والهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعته من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لأجواءنا الليلة أجواء معتدلة وتقل السحب تدريجيا، والهواء متقلب الاتجاه إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعته من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 29 درجة مئوية، في الجهرة 25 درجة مئوية، وفي الشقاعي والسالمي 23 درجة مئوية، في شمال وجنوب الكويت في العبدلي والوفرة 24 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 26 درجة مئوية.
حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم والتيارات المائية ضمن فترات الحمل. أجواءنا البحرية مستمرة معانا أيضا باكر، لكن أجواءنا باكر راح تكون حارة واستمرار في الهواء الشمال الغربي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة تراوح سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في الجزر الكويتي مدينة الكويت تراوح درجة الحرارة ما بين 38 و 39 درجة مئوية، في العبدلي 40 درجة مئوية، وأيضا في الشقاية والسالمي 40 درجة مئوية، في الجهرة 41، أيضا في جنوب الكويت في الوفرة 41 درجة مئوية. وحالة البحر مشافة حق حالة البحر الليلة. أعزائي المشاهدين خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر مواقيت الصلاة. بالنسبة للطقس متوقع خلال الأربع أيام الجاية أجواء راح تكون حارة وراح تستمر معنا إلى يوم الأربعاء. يوم الأحد بداية الأسبوع درجة حارة طبعا العظمى راح تتراوح ما بين 41 و 42 درجة مئوية والصغرى ما بين 23 و 26 درجة مئوية. يوم الأحد راح يكون الهواء شمالي غربي وتظهر بعض السحب المتفرقة، وأيضا يوم الأثنين لكن يقلب الهواء ويصير كوس. بالنسبة ليوم الثلاثة تستمر معنا الأجواء الحارة لكنها غائمة جزئيا وتستمر أيضا إلى يوم الأربعاء، لكن يوم الأربعاء هناك نشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى 42 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة، وأيضا هناك فرص لأمطار متفرقة في وقت لاحق. أعزائي المشاهدين يعرف التفاصيل أكثر حول الجو تابعونا في نشاطنا الجوية القادمة، وحين أخليكم مع درجة الحارة في العواصم الخليجية وبعض المدن والعواصم العالمية.